الاخوان الاخوانه موجودين، كل شيء موجود الحمد لله في السوق ديال المنصوره. كاين الجوده وكاين الخير. راس السوق مشى ب 6500 درهم اغلى سوق. صورتي نوريكم واحد الفيديو ديال الصغيور. الله يبارك. هادشي اللي كاين الخاص الجديد واصل 70000 ريال. يعني الاثمنه موجوده الحمد لله وكاين كاين الخير. نوريكم التصاور. الاقبال ما بين وبين ماشي الاقبال بزاف ماشي شويه. الله يبارك. ازيك يا فلاح؟ الخير للجميع. صراحة يعني هذا الخير هذا راه كيعجب بزاف، لأن الخير بحال هذا في الله قليل عندنا في المنطقة بكل صراحة، ولكن للأسف يعني الغلاء في العلف، يعني الفلاح الكوبري الأغلبية المواشي اللي تشوفها الصباح فهي مش سمانة يعني كما كنعرف دائما، ولكن الحمد لله يعني في المتناول لا بالكوبري ولا بال يعني كاين كاين الحوالات الدراويش كما كنقولوا حنا. ما كان يعني هذا ما كان ودي السيطرة. وبالنسبة لراس السوق هذا لا هذا راس السوق ما فيهش النقاش. على ما سمعنا قالوا 6500 درهم واش زعما يستاهل؟ اي يستاهل يستاهل زعما بكل صراحة. تشجيع غير ديال الفلاح. تشجيع عند الفلاح. تشجيع عند الفلاح. شكرا لك. شكرا لك. هذا اللي هي؟ جزم بها هذا 90000 ريال هذا؟ هذا الاخوان 90000 ريال 4500 درهم يطلب. وهذا؟ هذا بيعته. لا تبع هذا؟ لا شحال تبع؟ هادي باش شباط الجلوس ولا باقي؟ عندي حنين. سيدي شحال شحال تباع؟ سيدي شحال تباع؟ تقريبا قد هذا هو تقريبا قد بعطيه المهم. هذا يا اخوان قال تباع وهذا مازال 4500 درهم. شحال الرخيله ولدي؟ ها؟ هاي اللي وعنا هي هذه شحال هذه؟ لا 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 زين 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 مرحبا بايني يا بايني واسي جماعة الله يرحمه ان الله شحال من عقيله العنازه بسم الله. انا نسوي ما نعرفوا لا ثمينه زينين 150 هذا سوا 850 والله بحال بحال تقريبا تقريبا بحال 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 لكن هذا خوذ هذا خوذ هذا سوا 850 ريال هذا هو تقريبا بحال بحال هاري صابر علي هاري صابر هاري كيف تقول لاباس بخير هاري هلا جرى بارك الله فيك الله يبارك الله يجيب
شحال سؤال حول الجار؟ ها؟ كاين شغله السوق هذا ولا لا؟ ها؟ كاين وانا يجي علم لعبة اللي لنا كاين السوق هذا غير مليح كاين هانتم هذا الاخوان هانتم الاخوان اللهم صل على الحبيب الخير مزينش هذا تحية للناس ديال الدوار مزينش شكرا ديال الجدود ايه والله شو الخير تبارك الله انت يا الاستاذ انت يصنع لك هذا انت يا الاستاذ جمال ديالنا كل جديد تبارك الله في الدوارة هاهم سرت بين تبارك الله لكن هذا ضعيف هذا واحد احسن جديد كاين في المنطقه هنا راس السوق هو هذايا كما كتشوفوا السنه خاصكم الشروط من الكروسي السوق ديال الشروط الله يبارك فيك
حيت دابا الناس واخدين واحد الفكره انا الشنق هو مثلا علاقته يغلي السوق. الشنق هو كيمشي يغلي السوق عاوتاني. اسمع عنده رزقه واحد فلاح حتى هو مرة واخر عنده فلوس يجي يشري من فلوس مزيانه اللهم يسر. السوق كيف كان النهار هذا السوق؟ لا السوق مزيان كان شي شويه مزيان كان غلات الدراري وشي هذيك 150 ألف ريال. شحال شريف الجديد هذا؟ أنا شوي 35 حسن أدم شحال سوي الجرار؟ والدراوش كاين بعد الحولي الدراوش الله يبارك اش فيها كسام مبارك هاني اشحال البركة لا عشو ما بدا عرف الأطمئن السوق تبيع شرني بعد الله شنا قبيد وفاضين عرفة أين من يغلق أصلا مش شنا قبيد مش نوى الضرب شنا قبيد قبيل على عرف الضرب شنا داخل شي الحاله خلنا يجيبوا كيس يا الواقع والله إلا مزيان شبع وفاء الله يجيب لطيف أنا بزاف والله لا بدنا هذا هو السوق الحولية الرخلة ها انتم الاخوان السوق الحولي ماشي الحولية هذه الحولي الله ما بالك شوف السي عبد الصمد شوف قاد لي وشوف مية الله يبارك شحال الثمن ديالك السواد؟ السواد 44 شحال طالع فيها انت؟ 55 اي طالع لا يطالع نايم ما ولدها شي ولا شي حاجه ما ولدهاش ها من ناحيه العشار دابا الناس يخافوا من العشار دابا شوف راه الصمد لك عندها شي حيون شي سربيس هذا ما
ربنا الله ما عايش معنا خير. لا ما كاين رخل ما يعشروش والله وقف له. كاين رخل ما يعشرش تماما. راكم شحنا بزاف. الله يبارك. صورتها فاصا ضروري استاذي واش انا كليان كيخصو يشوف السنان مع الوقت الا ما نوليو كسابه ضروري والله الا ما نرجعو كسابه بلا نفهمو هذا هو باقي اين موريان فينو الا ما يجي شحال صنعو الجرانة او شريته ها يا هذا